السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نقدم لكم رغيف معمرين بالزعتر والجبن، الجبن المبشور. كنحتاجو في المقادير، مقادير العجينة أولا، عندنا 600 غرام ديال الدقيق الأبيض، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من ربع معلقة صغيرة من الملح، غرام من السميد الرقيق، وطبعا الماء على حسب العجين. بعد ما عجننا العجين ديالنا نخليوه يرتاح شويه، نشكلو اقراص. بعد ما كورنا العجين ديالنا الى كوارات صغيره، ندوزو دابا نطلقوه. طبعا من قبل نخليوه يرتاحوا شويه، 5 دقائق 10 دقائق. بالنسبه للجبن والزعتر كمية غير محدده، يعني انا عملت الكميه حكيت هذا الجبن، الزعتر حكيته شويه حتى هو باش يكون رقيق، يعني كمية غير محدده على حسب الجبن. الى بغي قليل من السكينه ديال الدقيق يزيد، يعني على حسب. طبعا كنطلقو الرايب الزيت والزبدة، أنا هنا مدهنتش الزبدة لأن درجة الحرارة في أن نجيب الزيت نطلق راسها، هنا كتسيح. ندوبها ماشي مشكل. إذا ملي كيرتاحو شوية كنطلقوهم على هاد الشكل، كنديرو الزبدة خليط الزبدة بالزيت. تبقاو معنا الطريقة العادية ديال الرغايف، كذلك ممكن تسويو على هاد الشكل. يعني خليط الزبدة والزيت، نتوما نضعو في الوسط الجبن والزعتر أو الزعتر، نكمل طي الرغايف بشكل ممتع. ثم نضعو الجبن والزعتر بهذا الشكل هكذا، نكمل طي الرغايف أو السمنة، نضع الأخرى من الجانب على جانب آخر، نضعها ترتاح حتى أكون باقي الكويرات. أنا عندي هنايا هنا بعد الثوم عندو باقي، هكذا هو الشكل النهائي. طبعا إذا بغيتو تعملوهم كبار لولدهم صغارين أو على الشكل هذا، كتير كيبقى ليكم هما زعما احسن يكونوا صغار ما يكونوش كبار، كيجي الشكل ديالهم زوين ومنظر رائع، المذاق اروع. من بعد ما كنا الرغيف ديالنا ندوز دابا الان الطهي. طبعا طريقة الطهي ماشي شي حاجة، اللي هي طريقة عادية كيفما كنطيبو الرغيف ديالنا تماما. ثم كنبلوها الشيف من جميع الجوانب، نقلبت على الجانب الاخر، ها هي تحمرت، نقلبوها عاوتاني من الجانب الاخر حتى تحمر. كل واحد وكيفاش كيبغيهم، كاين اللي كيجيو محمرين مزيان، كاين اللي شويه. بالنسبه للطريقه الطهي كل واحد اللي متناس عليها، بالنسبه لي صافي انا غنخليهم بهذا الشكل هكذا، كيجيو ممتازين بهذا الشكل. صافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنساليو الحبات العالية كاملين، وها هما الرغيف ديالنا وجدو. الصحة والراحة، كيجيو بداد ومرقين. هانتوما شوفو.